اسمعوا يا سامير، هذا الكلام اللي قلته على التليفون كثير كبير، واقسم بالله العظيم ورحمة ابي تحت التراب، اذا بتكون عم تظلم ربا لا تطلع بروحك، عم تفهم؟ وبركي طلعت ما عم بظلمها. لك شو دليلك عليها؟ روق اخ وسام روق. اذا بتريد صف على جنب. استاذ ايمن مشان الله لا تواخذنا، بس يعني موضوع كثير كبير. نزل ايدك، نزلها بدل ما تمرجل علي، روح شوف اختك بحضن مين نايمه. ولك شو دليلك عليها؟ سيد وسام اذا سمحت، بهي الطريقه ما بتنحل الامور، ممكن روق شوي؟ احكي لها شوف شو اللي صاير. على علمك رحنا على الضيعه، متوفي جوز بنت خالتي، رحنا لنعزي و... ايه خلاص خلاص استاذ ايمن، نحن غلبناك معنا، هذا الموضوع شوي عائلي يعني فيك تتيسر. طيب ماشي، انا رح اترككم لحالكم، بس شغله وحيده بتمنى انكم تعملوها، انكم تهدوا وتعالجوا الموضوع بشكل عقلاني، لانه الست ربع جارتنا من زمان وكل الجيران بيحلفوا باخلاق العاليه، بتمنى انكم ما تصموها بالاذن. اخلاق؟ لك شو صار لك؟ شو صار لك؟ ما فيك تلملم القصة ولا بدك تفضح حالك وتفضحنا قدام العالم الجيران؟ لك اقسم بالله العظيم اذا بتكون عم تظلمها لحتى فاسك تحصل مايتي. لك افهمنا بقى حاجة اللي تظلمها. شايفني كثير فرحان بالقرون اللي ركبت لي اياها؟ من وقت ما كنا بالضيعة ونزلت على الشام كرفتي حسيت انه شغلتها مو ظابطة. اخي بدك تحكي لي كل شيء صار معكم بالتفصيل، يلا.